بسم الله. لو احنا دلوقتي عايزين نفتح صورة على برنامج الجيم، هاجي هنا اقول له اوبن واشوف انا بحط الصور بتاعتي فين. ممكن مثلا على الديسكتوب او بكتشر، نفتح اي صورة وليكن الصورة ديت. انا ممكن اقول له انا عايز امتدادات الصور مثلا اللي هي جي اي اف بس او جي بي جي بس، او اقول له اقول ايمج، اقول له اوبن، اقول له ايه افتحها لي. جاب لي الصورة ديت، تمام. لو انا عايز ممكن عن طريق المسطرة دي ابدأ اجي يمين او شمال شوية زي ما انا عايز. ممكن من هنا اختار المكان اللي انا هعمل فيه زوم. ممكن هنا حجم الصورة اقول له انا عايز مثلا 200% او عايز 50% زي ما انا عايز. ممكن برضو اعمل زوم على اي جزء انا عايزه، تمام. ممكن ندوس كنترول مع البكرة بتاعت الماوس عشان اعمل زوم على الحتة اللي انا عايزها. ومن ايمج ممكن اقول له ثانية واحدة، لو انا عندي صورتين ممكن من ويندوز اقول له انا عايز الصورة ديت. هاجي هنا من ايمج اقول له انا عايز اعمل روتيت مثلا، عايز اقلب الصورة روتيت 90 او العكس او روتيت 180. يعني ممكن اقول له اقلبها لي بالشكل دوت، او اقول له اقلبها لي 180، او اعكسها زي ما انا عايز، او ممكن كانفاس. كانفاس ده بيعمل ايه؟ بيصغر لي المساحة هنا من غير ما يغير المقاس بتاع الصورة. يعني ممكن ده مثلا اصغره كده، تمام، فبياخد جزء من الصورة والجزء الباقي بيرميه، تمام. ممكن اقول له انا عايز انا الحتة اللي هتفضل وانا الحتة اللي هتتبقى زي ما انا عايز، تمام. اقول له ممكن سنتر، انا عايز من النص بالظبط هو اللي يفضل. ممكن اقول له الغي لي كل التعديلات ديت، اقول له ريسايز خلاص. فده الجزء ده اللي بقى موجود معايا دلوقتي. ومن ايمج بلاقي عندي ممكن ان انا اقول له اعمل لي دوبليكيت من الصورة ديت، اعمل سكيل ايمج. سكيل ايمج بيكبر، تمام، الصورة نفسها، يعني ما بيقطعش جزء منه. يعني انا بقول له مثلا صغرها لي، تمام، مش الدرجة دي طبعا، وده الريزولوشن بتاعي، تمام. فبيصغر الصورة كلها. يعني ممكن تكون عندي الصورة مثلا مثلا 100 سنتي في 100 سنتي، اخليها 20 في 20، فمش هيقطع جزء من الصورة، لا هيصغر المقاس بتاعها، تمام. ده الفرق بين الكانفاس سايز والسكيل ايمج، تمام. ممكن اجي من هنا من فايل اقول له ريفرت عشان يلغي كل التعديلات اللي احنا عملناها، تمام. اي بالشكل دوت.